شبابي ورجالتي ولاد مستر حسن نجار معاكم لمده ساعه ونص على اسئلتكم على مدار 3 حصص فاتوا. ما تنساش احنا خلصنا 6 حصص، الله اكبر علينا وعلى اللي جابنا، داخلين على 7، عندنا حوالي 95 سؤال واحنا اداء ودود، ونشرح لك تريكات مزعلات واخطاء واسئله لطلبه فراوده واسئله لطلبه ضعاف، واحنا معاك قلبنا معاك، ربنا يعينك ويحفظك. اوعى تنسى داخل على حصتين امبروف يور سكيلز بكل افكارهم، وهنعمل برضو حلقه هنسموها الجوله الثالثه في برنامج بتوع انجليزي. النهارده هيبقى معاك مستر ادهم محيي مس هند والاستاذه الاء سامي، وبنشكر فريق الاعداد كلهم بلا استثناء، سواء الاستاذه ندى، الاستاذه ايناس، محمد سيد، كله بذل مجهود جدا جدا عشان نقوم بالاخراج الجميل ده. طبعا مش هننسى معانا 2 كاميرا مان، سواء مستر فارس ابننا المبدع والاستاذ يوسف، ربنا يحميه ويحفظه، ادعي لهم بالتوفيق. ويلا بينا على احلى حصه جوله الثانيه من بتوع انجليزي بتركاتك يا جميل، يلا بينا ونتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي بناتي طلاب ثالثه ثانوي، اولى ثانوي ممكن تتابعنا، ثانيه ثانوي تتابعنا، بس الاساس هو طلاب ثالثه. الاول كل سنه طيبين، ودي الجوله الثانيه من حوار بتوع انجليزي. بتوع انجليزي اللي هي فكره جميله، كل ما اخلص يونت بكل مشاكله بنشوف الدسكشن اللي على جروب طلاب مستر حسن نجار او طلاب السنتر او الواتس اللي متابعينهم اونلاين، ونشوفوا ايه المشاكل اللي ظهرت للطلبة. احنا ما عندناش مشاكل الحمد لله، هي المشكله يعني مس هند ربنا يحفظها قالت لي يا مستر العيال زعلانه منك جدا ان الحصه كلها انجليزي. انا استحاله، ده انا الشكوى بتاعتي معروفه ان انا ببقى قلقان ان طالب اللغات يزعل مني لما بتكلم انجليزي عربي عربي انجليزي. يبقى مستر حسن مثلا طول ما هو شغال معاك دايما اقول لك سبجكت يعني فاعل، فيرب يعني فعل، انفينيتيف وزود تو، مصدر بدون تو، جيرانت يعني فعل مضاف اليه، اي ان جي. فانا بشتغل انجليزي عربي عربي انجليزي. ممكن تكون الشكوى ده عشان بتاخد كم كبير، فبتسمع لغه ياما، بتسمع حوار كتير، تسمع ماده دسمه، فدي ممكن تكون حاجه ارهقتك نفسيا شويه. طيب ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا مع مستر زي ما انت عارف بقى لنا 6 حصص، احنا النهارده بنتكلم فنشنا الحصه السادسه، فجينا نتكلم في ايه؟ جينا نتكلم في يونت 2 كافكار، بس احنا مع يونت 2 خلي بالك خدنا حاجه اسمها سبجكت فيرب اجريمنت حوالي 4 يونتس مع بعض كده، مع ان بعض افكارهم هتبقى في يونت 9. طب ليه يا مستر جبتهم معانا بدري كده؟ على اساس ان احنا عندنا حوار مهم جدا، كومبيراتيف اند سوبرلاتيف ادجكتيف. شفت انا بقول ايه؟ كومبيراتيف اند سوبرلاتيف ادجكتيف، وبقول لك بعدها مقارنه الصفات. يعني انت عايز تحرمني حتى من نطق اللغه الانجليزيه ليه؟ وانا يعني لازم اقول لك مقارنه الصفات، ما تسمع كلمه كومبيراتيف وتسمع كلمه سوبرلاتيف، صح ولا لا؟ فده حوار يعني انا مستغرب الصراحه من شكوى الطلبه، مع ان انا زمان كنت ببقى قلقان ان يعني بيقول لي مستر حسن بيتكلم عربي، فالنهارده الجيل بينزل بينزل لغايه ما اللغه تنتهي ولا ايه؟ طب على العموم انا عايز اقول لك على حاجه، ان احنا في 6 حصص عملنا ايه؟ خدنا 2 يونتس. يعني انا دايما اقول للعيال يا مستر ادهم العيال دي فلوسها حلال، خد 2 يونتس بكفاءه، وخد مع 2 يونتس الجرامر كورس، خد معاهم حوالي 12 مقاله، خد معاهم 12 قطعه، خد معاهم ترجمه وسمع. فانا فعلا 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 ليا مقوله ربنا هداني لها يا علاء، اللي هو ايه؟ بنلعب على البطوله. انا لو مدرب الاهلي وما خدتش الدوري بيمشوه، وانا كذلك انت طالب عند مستر حسن جاي لي العب على 60 من 60، فانا ما ينفعش انا اقصر معاك، خاصه انت راجل يعني شقيان وابوك شقيان في المذاكره، ما ينفعش ابذل مجهود جبار في معلومه ما وتبقى ناقصه معلومه وما ادراك ممكن تجي لنا. حاجه ثانيه، بسم الله ما شاء الله في ناس بتلعب ان هي يا دوبك تقعد في الدوري، ان انا ما انزلش درجه ثانيه. ففي عيال زمايلكم بيلعبوا ان هم يجيبوا النجاح او يجيبوا 30 او 40 ايه، او انا مع مدرس محترمي الدنيا سيمبليفايد، واخونا بتاع السيمبليفايد انسى الكلام ده، نظام حديث. اديك شايفين حوار الكيمياء كل سنه، حوار الفيزياء كل سنه، حوار الانجليزي سبحان الله انا مرزق برضه. يعني مثلا النهارده في الحصه بقول لهم ايه؟ انوال رينج، انوال حلقه سنويه، ما دي كانت في المناهج اللي قبلهم. فاحنا اول بنحل في المراجعه بالله عليك مش في كلمه اسمها طلع لي، كلمه اسمها ييرلي طلعت ايه؟ انوال. طيب الجرامر بتاع الاسبوع اللي فات مينز مش كده؟ هي جاتش كومنا تشويس، جت في ايه؟ في ترجمه. ترجمه. فالكل اللغه كلها يا حبايبي بتصب على بعضها. النهارده ان شاء الله احنا معانا مستر ادهم محيي بنحيي، استاذه هند طاهر الحقيقه، واستاذه الاء سامي، ومعانا الاستاف بقى اللي جهز الماتيريال ديت، ومعانا الناس اللي بتخاف تسهر بالليل، تمام؟ يعني دلوقتي هتلاقي مس الاقي دلوقتي نص ساعه وتجري دلوقتي في الشارع تقول لك الحقني،
وانا مروحه في كلاب بتجري ورايا في الشوارع، انا مش عارف الحوار بتاع المنطقه بتاعتها. تمام، فاحنا عايزين ننجز. طيب انت النهارده يا مستر جاي لنا ليه؟ عندي 90 فكره. تمام، فانا هاخد الفكره الاولى وسميناها كونفيوزنج كويشن، ادي راوند 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 ايه 2. انا في الجوله الثانيه هنبدا باول فكره عايزين نظبطها قبل ما اخش على اسئلتكم، ودي فعلا هنظبطها عشان قابلتنا في مشاكل كتير قوي. احنا مثلا عندنا ادفيربز اوف فريكوانسي، المكان بتاع الادفيربز اوف فريكوانسي الاساس بيكون قبل الفيرب. يبقى احنا لما اتقابلنا اول حصه قعدنا نغني في بريزنت سيمبل، قلنا ايه؟ كل الظروف تاتي قبل الافعال ما عدا الفيرب تو بي تاتي بعد. من هي ظروف التكرار؟ كلمه always ويوجوالي واوعى تنسى occasionally، ومعايا كلمه often وfrequently ونيفر، دول كلهم مكانهم قبل الفيرب. اهي كل الظروف اهي تاتي قبل الافعال ما عدا فيرب تو بي تاتي بعد. خد المثال اللي انت ضربت عليه لو انت فاكر، اقول هي كومز اولويز دي ولا هي اولويز كومز ليت؟ هي اولويز كومز ليت. اقول وي جو يوجوالي ولا يوجوالي جو؟ يوجوالي جو. ايه اللي عايز اضيفه؟ يعني انت اتاسست لي الكلام ده في اول حصه، ان الادفيرب هنا مكانه قبل الفيرب، صح ولا لا؟ سواء بريزنت او باست. لان نفس الكلام ده ايه المانع؟ اقول وين اي ويز يانج اي يوجوالي بليد فوتبول، يبقى يوجوالي هنا بليد فوتبول. وحتى في الباس في السله هيبقى مكان قبل التصريف الثالث، وده الصح. يعني الجمله الثانويه عامه ذا كاستمز اوفيشال سيرش اور لاجج كيرفولي، ابدا باور لاجج، يبقى اور لاجج ووز كيرفولي سيرش. يبقى في ووز وفي ايه؟ كيرفولي اور كيرفولي سيرش. ولو عندي بريزنت كونتينوس اقول ايه؟ هي از اولويز بلاينج. ولو باست كونتينوس هي واز اولويز بلاينج. ولو عندي هارد اللي ويز كيرس فاكراه ولا لا؟ هتبقى من هذا التصريف الثالث. فاصبحت عقيده عند عيالي ان مكانها قبل التصريف الثالث، عشان كان في جمله هي وانس وبعد وانس قالوا هاد. لا لا ده في وانس هنا او وانس مره، وراحوا اختاروا من هاد. ده كان في بيفور، كان في بيفور وراحوا حاطين هنا arranged. قالوا يا ربي هذا arranged. لا كانت في جمله هي always arranged. طب لو عايز always تبقى من هات وarranged. فاكرين يا جماعه البسط بيرفكت لما كنت اقول نو سونر زان هارد ايه وين سكيرس ايه وين بيرل ايه وين؟ مكانها من وين؟ هات هات وتسليمات. فانا مكانها هنا، فما ينفعش اقول هنا I always had arranged. ما ينفعش اقول I no sooner had arranged. ما ينفعش اقول I hardly had played. عايز هاردلي بين هاد وتصريف ايه؟ او تاخدها زي ما انت اخدتها في اول حصه، ان الادفيرب مكانه قبل الفيرب الاساسي. تاني الادفيرب مكانه ايه؟ قبل الفيرب الاساسي. دي برضو من حاجات التركات اللي احنا لاحظناها، دي عباره عن استنتاجات مدرسين، انت استنتاجاتنا جميله اللي ممكن نشتغل بيها. يبقى انا هنا طالما عارف هي اولويز كام، يبقى اقول هنا هي يوجوالي كامز، هي اولويز كامز، يبقى الادفيرب مكانه هنا قبل الفيرب. كلام رائع يا مستر حسن اللي هو الاساسي. طب لو عندي هيلبنج فيرب زي اما ويز اور او ويز اوير برضه قبل الاساسي. قبل الاساسي. طب لو عندي يا بنت الناس هاف وهاز وهات برضه ليه؟ الاساسي. طب لو عندي بس يا اولاد قبل ايه؟ الاساسي. بقت قاعده لاول مره نستنتجها من اسئلتكم الجميله. تمام، اتفضل يا ادهم، اول جمله بتقول ايه؟ اي دوتس ا كاب اوف كوفي ان ذا مورنينج وين اي جيت اب. يبقى الجمله الصراحه الاجابه اي اولويز هاف، اي اولويز هنا هاف ا كاب اوف كوفي، اجابه جميله. ما ينفعش اقول هاف اي هاف اولويز. والجمله الثانيه هند بتقول ايه؟ هي دوتس بيزي وركينج اون ا نيو بروجكت. يبقى هنا ما ينفعش اقول هي اولويز از، الصح بتاعها از اولويز زي از يوجوال زي از سام تايمز. تمام، عندهم سؤال دايما كان في ناس بتسال كتير ليه بيزي ما اخترتش معاها هاز؟ ما عشان صفه، لا تبقى الصفه بدون فيرب تو بي. تمام، اقول هي از بيزي، هي از كليفر، مش هي هاز كليفر. ودي انا قايل لك النهارده ان احنا السنه الجايه ان شاء الله نبداوا السنه نقول فيرب تو بي بيجوا ورايا صفه، وفيرب تو هاف بيجوا ورايا. نعم، لان الجيل بيروح في داهيه كل سنه. احنا اسفين، احنا غلطانين يا حبايبي، احنا غلطانين. استحاله السنه الجايه بقول لك اهو ابدا السنه اللي انا سامع على الطلب مقال اقعد اربع حصص ادي له كده فيرب تو بي ورايا وفيرب تو هاف ورايا. وانا بعتذر لكل دفعه الشكر، انتوا ربيتونا يا حبايبي احلى تربيه، ربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم. وانا الغلطان، انا بفكر نفسي
مدرس ثانويه عامه، المفروض انا اعمل كورس في كي جي 1 تاسيسي. ربنا يوفقك متشكرين. فضحوني صعب البريزنت سنتر قوي. لا مش بس لا مش بس العيال سحبوا ورجعوا تاني. بيلفوا ويرجعوا. طب ليه يا ابني؟ ما لها قاعده زمايلك قاعدين والله. فاحنا قاعدين، انا السنه الجايه بطور مذاكرتي، وقبل ما اخش اسجل اعمل خريطه اول اربع حصص استحاله اسمع مقلد. انا هديله فيربوتي ورا ايه وفيربي تهاب ورا ايه، وفي مفاجاه هعمل لك شويه مقدمات برضه، اختار لك واحده منهم. في حاجات حلوه ازاي انت تبقى في يونيتي. اصل انا كنت بنشر نظريه اسمها الجيشتالت، يعني نظريه بقى جميله كده في الالمان، تاخد اوفر اول فيو وبعدين اقول لك تعمل واحد اثنين ثلاثه. فانت مستعجل انا اسف. البص السم اللي اتفاجئنا فيه ان كلمه اولويز برضه ويوجوال وسام تايمز هتبقى قبل الفعل. يلا يا الاء مثال اتفضلي. I always dot breakfast before I went to school. يبقى I always eat. Eight. Eight. هنا breakfast. I usually eat breakfast. يبقى انا مش كل ما اقول لك always ويوجوالي يبقى present simple. وانت عشان محترم بيترى الجمله الاخيره. والماضي بيعشق ايه؟ الماضي. فدي عاده من عادات بابا. كل بابا بيتعصب عليك ومامتك بتتعصب عليك يقول لك انا دايما ونفسي انك كنت بفطر قبل ما اروح المدرسه. وادي مامتك استاذه جامعيه بتقول لي يا اتم she usually went to the cinema when she was young. يبقى دي عاده في الماضي. she usually went. she sometimes went to the cinema when she was young. يبقى احنا اكدنا الادفيرب هنا يعتبر قبل الفيرب، ودي معلومه اساسيه اساسيه. لما نيجي هنا مثلا يا عم اتم بي اتنشن بي ايه؟ اتنشن. خلنا يوز ذا تو هاند بيساوي وود صح ولا لا؟ عاده في الماضي وانتهت. هنا يوز يانج I used to play football. تمام. When I was young I would play football. جملة زي نمبر 5 دي كانت في الواجب. انت هتعملها ايه هند؟ شوية كده هتعملها ايه؟ ماشي كده. My father ايه؟ would always walk to work when he was young but nowadays شفت هنا شفت هنا قال ايه would؟ would always would walk. حلوة جميلة. يبقى my father هنا would always walk to work when he was young. يعني اعتاد دايما يروح الشغل ماشي هو صغير. النهارده ربنا فتح عليه. Nowadays he uses his car. يبقى هنا برضه بناكد ان always يا اولاد يا اولاد يا اولاد قبل الفعل ايه؟ الاساس. ماشي. دي برضه شغل ودي جميله برضه. ادي بقى اللي مشكله بقى. لما شافوا بيفور واخد بالك واخد بالك يا بنتي يا بنتي راحوا قالوا هدي ايه؟ arranged. ودي جمله امتحان وزاره الارشاد. غلط. امتى تبقى هذا arranged؟ لو حطيت always هنا يا جماعه في النص. زي ايه؟ نص ونر زاب. هارد الهوان سكيرس الهوان تبقى من هاد والتصريف ايه؟ التالت. يبقى الجمله دي حلها ايه يا الاء؟ I always arranged my things before I went to bed. يبقى I always arranged اجابه سليمه 100%. يبقى I always هنا arranged. I sometimes arranged. I usually arranged اجابه سليمه و100%. حلو الكلام. برضه هنلاحظ الشغل الجميل ده اللي هي adverbs of frequency موجوده في الباست كونتينوس اللي بيتكون من was aware plus the verb plus ing. حلوه. ادي مثلا البنت كات وادي كلمه كروس وهي كانت جمله في النص نفسه. تمام. كانت بتقول ايه يا هند الجمله؟ she ماشي عايز تقول ايه؟ she was always getting cross with Keith. حتى always هنا جت هنا سبحان الله she was always getting cross with Keith. she كانت عايده عن her aunt. وخلي بالك كروس يعني very angry. وقلنا كاتي كانت من سماتها اللي هي لو فجأة نوتي وغير صبوره اللي هي ايه بقى؟ impatient. ان ولا ان؟ impatient. impatient شاطره. يبقى patient عكسها ام impatient. وفي بولايت عكسها ايه؟ impolite. والاي ام دي كنا مسمينها لو انت فاكره prefix اللي هو المقطع الاولاني زي legal يمنع عكسها ايه؟ illegal. ماشي. يبقى العيال بدات تقتنع يا تمام ان always we usually sometimes بكان قبل فعل اساسي سواء present سواء past حتى لو متركب present continuous او past حتى لو past perfect بقى. وادي الباست perfect واضحه بقى الاربعه نص ونرزان هارد الهوان سكيرس الهوان. حتى لو always we usually sometimes برضه هتبقى من هذا التصريف ايه؟ التالت. تمام. ماشي يا تم. قول الجمله before. ها before there was a bus to her village. قبل ما يكون في اتوبيس في القريه بتاعتي منى. and her brother. اصحى. had always walked. had always walked. ده اول مره اشوفها بالباص بيرفكت. الصراحه يا حرام انت يفوتك الفيديو الجميل ده الصراحه يعني. تمام. من الحاجات الجميله برضو
once as a conjunction. Once as a conjunction عشان نريح اعصابنا عامله زي when. بلاش قاعده ليه؟ الديبندنس بتعتمد على المعنى. ممكن once present present. ممكن time conjunction present عادي. present بضرب future. present present بضرب بعدها. present simple future. present perfect future. انا قصدي يعني روح البريزنت معايا انا تعمل ولا اللي هي تايم ايه وممكن باست مع باست مفيش فاصل زمني وممكن باست بيرفكت مع باست برضه مفيش مشكله تمام يعني انا شايف هنا وانس شي ارايفز او هاز ارايف وي ويل جو تو ذا ريستورانت ودي جمله امتحان وزاره الارشاد 2021 وجت سنه 2024 وانس يو انستول اول ما تحمل ابلكيشن معاك النجار الانجليزي you will receive notification when I once used the tool get amplified access used the tool عادي مش كده ولا بعد verb to be she was once a school teacher برضو عادي once وادي once هنا بقى ودي كانت غلطة الشطار فاكرة برضو راح اقول ايه was sleep لا يا عمي لو عايز once هتبقى قبل بقى sleeping فالحل ايه بقى مين عدد دول يتكلم فيهم miss hand يلا hand يلا انت خدي جملتين ورا بعض بقى تمام ها هي وانس سليب ووكد تو ذا ميدل اوف ذا روت اوتسايد هنا مره من المرات مشي هو صح مش كده ولا يبقى سليب ووكد لان العيال كتيره فعلا يتهم قالوا ووز سليب عشان عزوم المشكله في بقى وانس تتحط من ووز والجير ماشي مفيش مشكله يبقى احنا كده بقى لنا 10 دقايق بناكد 10 جمل كانت مشاكل طلبة ان الادفيرب قبل التصريف ايه التاني هنا وانس يا مستر باست بيرفكت باست سيمبل عادي 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 في وانس لو مفيش فاصل زمني بيبقى عندنا حوار من الباست في بقى جمله قابلتنا في الهومور كان في الناس كلها قالوا ايه لوست وكان الحل ايه ميسنج فبرضه احنا قصرنا معاها ميسنج ادجكتيف ولوست برضه ادجكتيف هند امبارح حياتها فتحت اوكسفورد قالت الاثنين بيصابوا يعني بريتش وامريكان الدنيا ماشيه زي العسل تمام بس البريتش زود حاجه كده استنتجناها ان ميسنج مفقود سواء حيوان اليف او حيوان عموما او شيء او شيء يبقى ميسنج هي الاكثر شيوعا يعني ماي كات از ميسنج خلاص فهمت كده ودي الجمله اللي كانت معانا اهي ماي بيت كات ماي بيت هاز بين ميسنج ماشي مين هيتكلم هاد ماشي يا الاء قولي كده ماي بيت كات ماي بيت كات هاز بين ميسنج اند هاف بين اولويز لوكينج فور ماشي يبقى الكات هنا ميسنج زي ما انت قلتي واخويا مفقود كان عندي برضو منهج اللي قبل كده لو انت فاكرينه كينج سيلمونز مايند كان نازل يدور على اخوه هو از ميسنج ان افريكا اخويا مفقود يا جماعه معلش وسط ميسنج هنا معنى انما انا لو تهت وعارف ان تهت اي جوت لوست تمام ماشي هنا ما حتى دي من القاموس يا مستر زكيز مالها هاف بين ميسنج فور ايجز يبقى احنا ميسنج هي اللي في الغالب حيوانات ماشي ودي كانت جمله عندنا في الواجب الصراحه انما دايما لوست اقول ايه وي اولويز جيت لوست والادق على فكره وي جيت اولويز ايه لوست يعني في الباسف الادق اللي انت تحط برضه الادفير تمام كلمه لوست هنا برضه ماي وولت مالها ووز ايه لوست تمام حلوه قوي بس احنا خدنا خلاص اقنعنا الطلبه اللي ميسنج يا اولاد اشمل وعامل ان الجمله كان فيها حيوان ماي بيت كات ووز ايه ميسنج وكانت صفه بالنسبه لهم جديده خالص طيب يا مستر نيجي بقى لمشاكل الطلبه سواء في يونت 1 او يونت 2 يلا هند هاي ايه بقى هنا percentage of people will reach their goals if they know how to manage. خلي بالك percentage دي في unit 1 و 2. وانا percentage نسبة وتناسب. نسبة يعني النسبة يعني انا ببص مجموعة السبت اقول high percentage of my students are girls. ابص مجموعة الحد العكس high percentage of my students are boys. يبقى انا بحسب النسبة والتناسب من مين؟ البنات والصبيات. انما percent 100 ايه؟ percent. يبقى هنا a high percentage دي يا جماعة ارحمونا كتير من الناس will reach their goals if they know how to manage their time well. ماشي هنمشي جملتين كمان يعني. يلا اديني جمله كمان برضه عشان نقول we are eager to know the long awaited ending of this series so we will watch the last episode of it. ما الجمله دي هند دفعنا عن نفسنا كمدرسين انجليزي ان في حاجات غصب عننا يا اولاد تبقى اسمها idioms. يعني long awaited هنا ending هي with bated breath with bated breath فاهماني ولا لا؟ فانا لازم احفظها
لونج اويتد اندنج النهايه المنتظره. ما ينفعش اقول هنا اويتنج على طول، يبقى لونج ها اويتد اندنج. برضه كان في جمله لنجيب محفوظ وخد نوفلز كتيره وكانت جايه العيال ايه اورد قلنا اورد ويننج عشان نوفلز اسم ايه موصوف. برضه هنخش هنا اندنج للنهايه عايز اوصفها بكلمه لونج ايه كومباوند ادجكتيفز في الاخر كومباوند ادجكتيفز بس هتبقى عندهم في يونت 11 ان شاء الله. ان شاء الله ماشي كده. دي اسمها صفه مركبه فالعيال بتبقى مياله للهايفن. طيب ماشي هندي برضه معايا انت نمبر 12 هيوج sums of money have been invested in projects inside. انت سالتيني فيها الصراحه طلبه كلها بتقول لي مش كوانتيتيز مش كوانتيتيز صح كده. طب هنا sums هنا صح وفي حاجه برضه ممكن لو مش موجوده sum كانت هيكون ميال لكلمه ايه amount لان الغالب مع amount ده ولا اسم لا يعد يبقى اقول amount of money amount of homework amount of sugar. انما لما اخش سوق باكوس لارج كوانتيتيز اوف فيجيتابلز لارج كوانتيتيز اوف توميتوز في عركه في البحر المتوسط بين دول البحر لارج كوانتيتيز اوف جازز يبقى هنا بدور على الاماونت يبقى مين هنا صم يبقى دي جمله جميله. الا ثلاث جمل ورا بعض الا يلا بينا. اول جمله which موبايل فون هاف يو ديسايدد اون سير يبقى هو كلهم قالوا تو هم اخرهم ديسايدد تو انما ديسايد هنا واحنا عندنا مشكله كبيره في اللغه الانجليزيه ودي مشكله كل سنه ودايما اقول لكم بكرههم والقاعده تقول قول معايا قول لي قول معايا بنكرهه كلنا بنكره حاجه اسمها فريزل فيربس. يعني بقى فريزل فيربس يا اولاد يعني فعل زاد حرف جر يتغير معناه بيتغير حرف جر. انتوا اخركم ايه واقفين عند لوك ات انظروا ايه واخرهم لوك فور يبحث عنه بقول عم لوك فور ورد انما عندي فريزل فيربس كتيره. ده انا عندي مثلا لو انت فاكره في اليونت ده نمبر 2 جبت لهم I was born in London I was born in 20 مثلا في الاكزامبل 7 عشان هم صغيرين تمام. I was born into a rich family or conservative family يبقى born into مع family born with deformity disability وفي بورن بقى اللي هو ده ابن حسن بورنتو يبقى شي بورن بورنتو مستر حسن. في بورن اباو زي ويليام شكسبير مش عارف كل ده حوالي الكسندر تمام. والسنه اللي حصل فيها ضغط 2024 كان المشكله هل هي بروك داون ولا بوت اوف. ناس كانوا الاثنين صح بس بالاخر مشوها بوت اوف. دي فريزل فيرب ديسايد اون يور جول يبقى انت لازم تعرف ديت فريزل فيرب واعرف معناها يبقى ديسايد اون يور جول. اسمع كده اسمها ايه decide on your goal وفي نفس الوقت اعطيتك work for يعمل لك work on work out زميني فسر المعنى work out how much do you want صح ولا لا. وفي work كمان out معناها ضرر وفي عندي work on project. فانت منين ما تلاقي في مذكرتك فريزر فيرب تتخض شويه يعني خدها بتركيز معلش. طيب النقطه اللي بعدها كانت خطا مطبعه في مذكره كانت مكتوبه يا اولاد كالتشرال انا صلحتها في القاعه ديجيتال. هي ديجيتال تمام عشان نكمل الجمله اتفضلي ذا ديجيتال ذا ديجيتال ريفولوشن هاز ميد ات ماتش ايزير فور اس تو ورك فروم هوم. يبقى انا بابا شغال ليه بسبب الثوره اللي التكنولوجيا الانترنت يبقى ديجيتال هنا انفورميشن. اجابتك سليمه 100%. اما نمبر 15 الجمل اللي بحبها الا بتقول ايه وي كونتريبيوت تو بوليوتينج ذا اير باي دوينج ماني ثينجز ويتش برودوس بويزنس جازز. وما حدش سال فيه بس انا بقول لك ان كونتريبيوت تو وهتساء وراجن زي مين اوبجكت تو اللي جاي في السكه ولوك فورورد تو وبي اتنشن تو. فانا للاسف الانسان تدخله في الطبيعه ساهم في تلوث الهواء تمام. مستر ادهم معايا في ثلاث جمل حلوين It is a هنا في آية تمام ايه بقى It is a stereotype على طول لانك عندك noun بتفكرني بـ It is a فاكر It is a عايز noun It is a must It is a necessity It is a custom It is a tradition يبقى الـ a هنا عايز ايه noun. انا النهارده كنت مع طالب التاني في الواجب قالوا هي از ان لما حطوا ان غلطوا فيها قلت لهم ان اتليت مش اتليت يبقى انا كنت عايز الناون وفي ان انجينير وان اكسبرت اون خبير في كذا ماشي يا مستر حلوه اللي بعدها يا مستر وي ار فايتنج تو تشينج ذا عشان ربنا يكرمنا بقى نغير صوره العرب ان هم ناس حمج مثلا يبقى ستيريوتيبيكال دي صفه. ورحت انا الى لا بحط لي بايو جرافيكال انفورميشن
اسمه موصوف وكمان هيستوريكال ساينس. ساينس هنا لا هنا المفروض هنا هيستوريكال نوفلز مش مشكلة. حصل خير هيستوريكال نوفلز تمام او هيستوريكال ساينس مواقع اثريه قصدي كده. وهنا هيستوريكال بليسز حلوه. ومن هنا اركيولوجيكال ساينس حلوه وتراديشنال سوسايتيز. يبقى هنا تراديشنال سوسايتي هي هي ستيريوتيبيكال سوسايتي زي ايمج حلو. يبقى دي اسم يا جماعه موصوف تمام. اللي بعدها هي تمزاء راديشن ليك. هم غصب عنهم الصراحه ليك تسريب حراري وراديشن اشعاعي. ماله بقى هاز ا ديزاستر. صح ولا لا؟ وانا قايلها لهم ممكن اقول ديزاستر افكت ده. انما انا خايف منها ولو جات لهم هتعورهم. ديزاسترس فينومينال اللي الكلمه اللاتينيه فينومينا جمع. انما فينومينا اللي عرفك الايه هنا لما تخيل ان في ثلج بينزل على القاهره it is an unusual phenomenon. خلي بالك يا اولاد ماشي. الايه بتفرق معايا يا مستر الله يبارك لك. خد لك جمله كمان. could you tell me could you tell me who wrote the بايوغرافي. اصل انا ما اعرفش اساسا يعني انا بسالك كده ممكن تقول لي مين كتب البايوغرافي بتاعت انور السادات. انت بقى من معلوماتك الشخصيه ده انور السادات روت هيز اون اوتوبايوغرافي. بس عادي ممكن حد كتب عن السادات. يبقى من اشمل وعامل يا الاولاد بايوغرافي شخص بيكتب عن شخص زي محمود عباس العاد كتب عقيده عمر والمسيح ومحمد بيس بي او انزل. يبقى اسمها بايوغرافي. اخر جمله ليك جميله بتقول ايه؟ يو كان فايند لسه قايلينها يا مستر اللي هي مين بقى؟ بايوغرافيكال. بايوغرافيكال فين؟ اهي بايوغرافيكال انفورميشن ادجكتيف زي برضه بسم الله ما شاء الله هيستوريكال انفورميشن حلوه. هنمشي بقى خمسات بقى. يلا هند خدي لك خمس جمل ورا بعض مزيكا. اول جمله هند اتفضلي. In extreme cases the disease can lead to blindness. خلي بالك احنا غلطنا كنا فيها. انا بدنا نعترف يا جماعه اول ما شفنا كيسز قلنا emergency عملنا زيكم وكرمناها emergency فعلا اول مره. انما لما ركزنا لقيناها ايه؟ extreme. يبقى في حالات الشديده لمرض زي الشبكيه ربنا يعافيكم هذا المرض كان ليد تو ايه؟ blindness. يبقى المشكله ما قريناش داخل الجمله. احنا بنقول المدرسين اهوت وقلنا اول ما ندرس واستعجلنا زيكم. يبقى دي اكستريم في الامراض الشديده. طيب اللي بعدها وي شود ميك ها مستر معلش عندي سؤال فيها برضه. في ولاد قالوا طب ليه ما قلناش اكستريم دي؟ لا ما ده اسمه موصوف بقى. اسمه موصوف اكستريم هنا كيسز. ايوه ماشي ممكن سيريس كيسز. انا بوصف حاجه يا جماعه انا بوصف حاجه تمام. طيب اللي بعدها بتقول ايه؟ وي شود ميك alternative. دي احنا قلنا alternative قلت لا ما تكملوش قرايه اللي بيحلوا معايا. هو عايز هنا عكس هنا الاوبوزيت لصفه اسمها مين؟ alternative يعني بديل. يبقى حاجه مش اوبشنال يعني عايز حاجه قهريه عند الصراطين يا كومبالسري يا اوبليجيتري. هو كاتب هنا ايه بقى؟ كومبالسري. ادي طالب ثانيه النهارده في الحصه رقم انت حفظتها له وانا بشرح حفته. احنا في كارثه الصراحه يا تامر. العيال طلعوا احنا في كارثه احنا في ابتلاء. هعمل ايه؟ ربنا يعيننا والله ويعينكم بقى علينا بقى هنعمل ايه؟ هنا ما خدناش اوبليجيشن عشان ناو. اوبليجيشن عشان برضه صفه عشان هنا اوبليجيشن ناو. وانا بحفظهم والله بقول له اوبليجيشن هيطلع منها صفتين اوبليجيتوري وكومبالسري. والعيال بيحبوني بتوع ثانيه بينطقوا معايا واخديني على قد عالي فرحان بيهم والله قاعدين بيه بيسقفوا نفسهم وهم سمعتهم بارين. عندي واد اسمه يوسف النهارده في حصه تروح حصه مفاهيم بيبرق بيجمع مش فاهم حاجه. ان شاء الله ربنا يخف علينا ان شاء الله. انا متفائل خير. انا حاسس ربنا يوفقنا في الاخر ان شاء الله. ات واز ديفيكالت تو تريت بيشنتس بيكوز اوف ا شورتج. ما دي انا شرحتها بقى قلت تريت بيشنت يعالج المرضى. دي تريت بيشنت زي هيلانا سادروس كانت مالها شي ووز تريتنج بيشنتس. وتريت زي حسن نجار يتريت سمين ان افريد الوي. انما كيو يتعافى من المرض. مبروك عليا وانت داخل القاعه كان عنده كورونا وربنا نجاني يبقى اي ووز كومبليتلي كيورد. انما هيل ملهاش علاقه بيهم اساسا. دي يلتئم يلتئم مع الجروح يلتئم مع مين؟ الكسور. ماشي. اما نجيب محفوظ يا بنتي was considered as one of the most distinguished دي سؤال حلو. انا بقول ايه was considered اقول لك ماشي يعتبر the most
ديستينجوشد نوفلست. ايه السؤال بتاعهم؟ ليه مش رانك؟ لان مكتوبه رانك. لو انا عايزها تبقى رانك ولا رانك رانك او كلاسيفايد، يبقى انا اقول ووز كلاسيفايد، ووز رانك، ووز هنا كونسيدرد. كده واضحه شويه. اخر جمله ليكي بتقول ايه؟ وين مازنز فادر دايت، لما ابوه مات بقى، والد مازن الله يرحمه، مازن ماله؟ gained a lot of money as inheritance. دي انا عطاها لهم وكانت مزيكا، خلي بالكم. gained يارس مال حلوه ما يعرفهاش العيال الشاطره، يبقى gained هنا يارس المال. انما هنا earn his living، يكسب قوت يومه. وفي وين ماني، في مسابقات. في واحده في المال، في المال بتاعت محمد رمضان، ميك ماني، يبقى يحقق ايه؟ صاروا. يبقى انت هنا سمعت فيديو تمام. هنا بقى الخمسه بتوع علاء، يلا يا علاء. زيس These exercises are graded. Some of them are easier than others. يبقى هذه الاكسرسايزز ار ايه؟ قلت لي هنا جريد مدرجه، مش انت جريد 1 وجريد 2 وجريد كذا. يبقى ممكن برضه اصبعناهم ان عندي كلمه جريدز درجات او فيرب يدرج ماشي. ايه زي مستر حسن كده، ان شاء الله اعمل لكم امتحان تجربه من 60، هيبقوا فعلا 40 جمله في متناول كل الطلبه. في 20 بقى بنصعب شويه الامتحان عشان نشوف هم الناس اللي ايه تعبت. دي برضه جمله شيك وجميله. اما the prisoners has it eaten for 3 successive days. ده كلمه جديده بقى، ما هو مش عارفين successive يعني متتالي، برضه حلوه. انما هنا successor زي ده مين بقى؟ خليفة. الخليفه بتاع رئيس الجمهوريه اللي هو النائب بتاعه فيما بعد، يبقى successive على التوالي. كلمات حلوه الصراحه. What makes ها؟ محمد صلاح أساسا. عايز اسم بقى، بدأت تنزازم والعيال بدأوا يعرفوا ان الله عايز ايه؟ اسمه. عايز ايه؟ It is a necessity. It is a must. It is a success. ماشي، بدأوا يعلموا ان الآية عايزة نوم. Her guilt ها؟ Her guilt wasn't born of marrying a man with money. اه يعني عايز يقول لها ذنبها مش يكون، ما يكونش نتج عن جوازها لإنسان ذو ثروة. لما اتجوزها إنسان ذو ثروة يعني الراجل المفروض شبعان، انما ممكن تتفاجئ ان هو بخيل. يبقى عمل ثروته ان هو بخيل. يبقى هنا كلمه بورن اوف ريزلت فروم، اللي هي كانت اصعب جمله في بورن اوف، ريزلت فروم. ريزلت ايه؟ فروم. نمبر 30 يور ايه؟ يور ميشن از تو ايزوليت ذا انمي باي ديستروينج اول ذا بريدجز اكروس ذا ويرلد. يبقى انت شكلك كده ميشن هنا مهمه رسميه عن طريق جيش يا جماعه. يبقى ميشن. انما كلمه تاسك اوعى تنساها، تاسك ديت معناها مهمه لفتره بسيطة، زي what's your task today أو my assignment is to do أو is to study unit 2. طيب وكان في سؤال your duties؟ duties. طب أنت عندك is؟ is. your duties are؟ ماشي يا جماعة، ما دي لغة. ماشي ماشي يا مستر. أنا برضه عايزين لك خمس جمل 60 كده. I can't wear those socks. socks اللي هو الشراب، مش قادر تشتري، مش قادر تلبس الشراب، أكيد في صب بقى. السوب بقى زي ار فول اوف هولز. اه هولز، ادي كلمه هولز وخرم يعني، صح ولا لا؟ انما لو في فجوه بين الاغنياء جاب اللي هتيجي دلوقتي، يبقى في فجوه بين الدول الغنيه والدول الفقيره. اللي بعدها هي ادابتد تو نيو سيتويشن ويز ريماركبل سبيد. هو عايز بقى السينما بتاع ريماركبل. وريماركبل دي خدناها زمان بمعنى مشهور. يعني محمد صلاح از ا ريماركبل ايه؟ بلاير. ريماركبل ريماركبل معنى فيمس، بس كانت هنا معنى نوتسبل. ماشي يا سيدي. اللي بعدها كارلوس ووز ووز اووردد first prize in the essay competition. طب هنا 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 it was awarded، يبقى هنا جوائز رسميه awarded هنا. طب انا مش عشان ما فيش وصفه يا اولاد. يبقى كارلوس وون ذا first prize. مش محتاجه وص، تبقى الجمله هنا ايه؟ active فعلا. يبقى كارلوس وون هنا، وون هنا. تمام، انتوا سامعين الفيديو يا اولاد؟ يعني انا بقول الجمله، ايه المشكله؟ بيقولوا بيسالوا يعني الناس ديت متابعه ما بلاص، عشان ما بس ما اضيعش حق الناس. محمد السيد ونادى ومين كمان يا جماعه؟ ويناد، الناس كلها شغاله عاملين نبطشيه على جروب طلاب مستر حسن. تمام. هنا he is going to have dots holiday next month. يبقى عايزين صفه للاسم ده، تمييز عددي بقى. فعندي حلين، يا اما نقولها ده A5 day عشان في هايبن، يا اما تجمع 5 ايه؟ سبحان الله انا اشرحها كده. يبقى هو الحلين دول جمال قوي، دي موجوده في اول حصه، تمييز ايه؟ عدد. تمام، اخر جمله ليك جميله، استنى كده.
هنا في فور كده في نام اي طالب بيشوفنا بيروح للاي ان جي. بس اجابتك كده غلط يا اتهم. اتفضل حل الجمله. I have had my own car for 3 months now. I have had ليه؟ لان الفيرب تو هاف لا يمتلك استمرار بمعنى من ايه؟ او بمعنى يمتلك بتاع معنى يمتلك لا يوضع في الايه؟ في الاستمرار. شاطر يا ابن الله. طيب انا اخده جمل مزيكا بقى سينس ذا بيجيننج اوف كوفيد ايه؟ 19 بانديميك يعني جائحه. ايه اللي حصل؟ ذا وورلد ايكونومي ماله؟ هاز بين جريتلي افكتد. طب ما هسالك اهي سينس باست سمبل سينس جت في الاول سينس جت في النص وراها والفعل الثاني بريزنت بيرفكت. بس انا بتكلم على الاقتصاد العالمي اتاثر باي فيروس كورونا او كوفيد 19 في باي هنا محذوفه اللي هو قدمها في الجمله يبقى هنا فعلا هاز بين جريتلي افكتد وربنا ستر عن ادي جريتلي مكانها فين يا عمي؟ قبل التصريف الثالث. برضه كده اكدنا برضه معلومه لغبطت الطلبه كتير. طب نهى بقى بنتي مالها؟ فوند مي وايل ذا دينر واز بينج وايل ذا دينر اهي لاحظ المؤشر الزمني هنا وايل اللي وراها باست مين بقى؟ كونتينوس والجمله اكتف ولا باسف يبقى واز بينج كوكت. ودايما اقول للعيال وانا ساعه في القاعه احلف لهم بالله او ادي بالله الجمله اللي غيرت حياتي وخلتني اقطع المذكره اهي اي بورد ماي براذرز واتش انا استلفت ساعه اخويا وايل ماين بينما ساعه بينج دي اللي خلتنا ما نشرح زمن الا لما نقول يعني اكتف يعني ايه بس لما توصلوا له في يونت 7 عندك باك جراوند حلو قاعد بتحل عليه طول السنه. ولعلمك الخاص بقى لو انت فاكره امتحان 23 ثلاث جمل اكتف وبس انها جمل على درجتين يعني شكله كده عليه خمس درجات في التشويس. تمام كده احنا ماشيين كويس يا اولاد الله ينور عليكم والله. هي وانس استني اهي 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 ما ينفعش اقول ايه ووز ستيفي ولا ايز ستيفي مين جابها؟ ستيف بوكدو جمله متكرره حلوه ما تزعليش نفسي يلا ملاسه زياده التاكيد يلا قوليها يلا هي وانس هي وانس سليب ووكد تو ذا ميدل اوف ذا رود اوتسايد هيز روم ات 1 مره ماشي هو ايه؟ نايم ماشي يا ستي ما فيش مشكله عادي. اما حبايبي الفكره اللي جايه انا عندي وانس على فكره وعندي على فكره وين وعندي كمان يا جماعه افتر وعندي اس ان اس اوعى تغلط فيهم خالص. ليه؟ الصراحه لو ضحى بالباست بيرفكت هلعب باست سمبل على اساس مفيش فاصل زمني من الانتراكشن. اتفضلي يا الاء يا هند الاول ليك جمله وانس ها هي ديد هيز هوم ورك هي ونت تو بيد ماشي يا ستي زي الفل بروح على عيال كتير على قدام غلط يبقى تاني لو اهي ضحى اوعى تنسى بالباست بيرفكت يبقى باست سمبل باست سمبل. جمله جميله برضه من عمرو arrived we لما وصل بالسلامة ده لحد الستين كنا عملنا ايه بقى؟ had dinner he found nothing إجابة جميلة لأن had هنا هو الحدث الأول لحدثين في الماضي وبناء عليه he found nothing to eat. مسألة بقى تاخد 10 جمل كده يلا. أول جملة من الجمل الجميلة الصراحة هنا بتعبر عن عادة في الماضي وانتهت. الجملة إجابتها إيه؟ Did he used to play football when he was a child? Did he used to play football؟ إجابة سليمة 100%. سؤال الطلبة هنا كلها ليه ما قلش وود؟ لأنها مكتوبة اسمه ولا؟ لو كانت مكتوبة هنا كابيتال كنا حللناها صح. يبقى ديت بقى تبع الملف بتاع الحصة الجاية. يبقى الحصة السابعة يا أولاد والحصة الثامنة يا أولاد هنلعب بانك تويش. حرف كابيتال حرف اسمه يفرق معايا. الفلوستوب اكسكليميشن مارك تفرق معايا. يبقى هنا فعلا did he use to play football when he was a child. حلوه والله. هند 42 برضه مشكله كبيره قوي. اتفضلي هوايه سمير. was doing his homework his sister was listening to loud music. ما انت عارفه هنا سمير بيحل الهوم ورك بتاعه اخته بتسمع ميوزك هو شكوته ايه بقى؟ so he wasn't able to concentrate. العيال كان عايزينها ايه؟ listen يعني عايزين ايه؟ حدث مستمر واتقطع. لا انت شايف وانا شايف هو بيحل الهوم ورك هي بتسمع موسيقى بس هو بيشتكي مش قادر يركز. زي ما انا وانا بشرح حصتي ببقى شغال والله العظيم بحل القاعه ببقى شغال وشايف اتنين بيتكلموا هناك وبكمل شرح هعمل ايه؟ تمام ادي حاجه. اتنين انت بتذاكر عندك ليله امتحان وبابا مولع اسئله تشجيع لمانشستر سيتي مانشستر يونايتد في دوشه وبكمل شغل. يبقى هنا قالت هنا
she wasn't able to concentrate. يعني شغال من غير تركيز. ما قطعتش هنا المذاكرة. أما my father لسه وانا ناول الفيديو. فاكرة إن في هنا always أهي قبل الفيرب الأساسي. اللي هو كل الظروف تأتي قبل الأفعال الأساسية. يبقى أول جملة my father ماله. Would always walk to work when he was young, but nowadays he uses his car. يبقى بابا اعتاد يروح الشغل ماشي. هو فقير وغلبان. ربنا فتح عليه جاب عربية. Number 44 as soon as. نعيتهم تاني as soon as ومعايا once اوعى تنساها ومعايا حبيبتك اوعى تنساها اللي هي after ومعايا when لو ضحى بالباست بيرفكت انزل باست سيمبل باست سيمبل. يبقى اول ما وصلت المطعم اللي حصل as soon as they arrived we served their refreshments. ما ينفعش اقول هات سيرف العيب. يبقى هنا المفروض يقول هاد arrived شال هاد يبقى arrived يبقى served. تعلم مني بقى لما اخش المطاعم وانا بعشق بحري وعروس البحر البحري لازم اقول لعم عبده حبيبي نزل كله مع بعض يعني السمك قبل السلطات. يبقى اتعلم كله مع بعض ديت تروح مطعم اوعى ينزل سلطات تضحك عليك عشان تشبع فانت تقول كله مع بعض جميله. اما هافينج بقى خلي بالك بتكلم على كريمنال يبقى كلامي بس كل الطلبه قالوا هافينج ايه انا محفظها لك يلا وفاهمها لك. يبقى هافينج بين ايه؟ arrested. arrested by the policeman. ذا كريمنال was sent to the prison. في الشقة having been furnished we moved to it. في البيت having been built we moved to it. وفي العربية having been repaired. وفي الولد اللي طلع الأول على الإسكندرية having been made cold by Mr. حسن he was upset. وهتيجي على فكرة إن دي برضه من التريكات اللي كانت في امتحان وزارة الإرشاد. اما دي بقى زعلتني بقى للطلبه الضعاف في العرب. ليه؟ اتفضلي قولي انت شاطره. ذا تي في بروجرام هاد بين وركينج فور ويل فور 5 ييرز بيفور ات واز تيرمينيتد. الاول انت عارفه الزمن ده باست بيرفكت ايه؟ وانت عارفه بايدك ان دي اخر جمله جابتها الوزاره. لسه نازله في مراجعات شهر 5. صح يا بنت ولا لا؟ وادي هنا بيفور اهي. ومعفور يا عمنا الماضي تم مستمر. هما العيال بقى مستر أتهم عاملينها بسف. أقول لي من ارحمني بقى. ربنا اللي خلقك تاكل وتشرب وتتكلم. عطى مخلوقاته بعض الطاقة إن هي تقوم بالأكشن. أشرقت الشمس يعني إيه؟ سنرايز. ماشي يا عم هي اللي بتقوم بالأكشن. القمر يعني إيه؟ ذا مون. ظهر. أبيرد. اختفى. ديسابيرد. هو اللي بيقوم بالأكشن. الحقوني الدنيا بتمطر. It is raining now. بطلت مطر it has stopped. فالمعنى ان البرنامج يكون شغال استمر شغال 5 سنين لغايه ما الدوله منعته. It was terminated اللي انت قلتها الجميله دي. انا دي كانت في ليله الامتحان فاكرها الجمله دي. هو الطلبه بدات تفهم ان احنا بنرحب بنلحق المراجعه ونقدم لكم كل الجمل الثقيله عشان نرتاح اخر السنه. تمام. وزي الجمله بتاعت الطياره I felt it. Word as soon as, It took off. مين أقبلت؟ هما بقى كاتبينها بس هاد بي. ما هي اللي بتقوم بالأكشن. الحقوني العربية جاية تقتلني. The car is coming to kill me. الحقوني الطيارة طلعت فوق هي اللي عامل بالأكشن. The car هنا took off. نفس الفكرة يا تمريعي. أما أحمد زكي الله يرحمه. دايت بيفور اول had... مره اشوفها في حياتنا اللي بيفور وراها ماضي تام يبقى الحدث ماله لم يكتمل بعد هلا زي ترى حامد انت زملكاوي اتها واز فايرد ياما انطرد بيفور هي هاد كومبليتد ذا ادي عايش يعني انطرد قبل ما اكمل مين المباراه. تمام. زي الطالب اللي انطرد زي الطالب اللي يوسف بسم الله ما شاء الله هي واز فايرد بيفور هي كومبليتد هيز ايه ليسون. ده في جمله مزيكا نسيتني هنا في كاتب اسمه وحيد حامد مات ككاتب قبل ما اكمل المسلسل لو هاد كومبليتد او هاد ريتن ريتن هيز ايه نو دي بي فور حلوه ادي بقى اللي انا قلت لك عليها هافينج هافينج بين ارست مات هافينج بين ارست انت لا ما زي هافينج بين مات لو وزنتيها يعني شط كولد هي جوت ابسيت هي جوت ابسيت. يبقى هنا بقى مستر حسن تحت وزاره الاسترشاد يا جماعه وجمل ثقيله ونقط ها ذا ستيشن باي 5 اوكلوك يسترداي باي هنا عنده يسترداي باي زاد الباست انزل باست بيرفكت يبقى وي هاد ريتشد اجابه جميله 100%.
تمام ادهم اديني برده 10 جمل مزيكا معايا تمام اون على طول هي رزقك حلو اهي اون فيلينج اون فيلينج ذا بين اوف ذا انجكشن شي جيف ا سبونتينيوس كراي اول ما حست بالابره راحت مسرحه صرخه عفويه ده تو اكشن مع بعض انما معظم بناتي مش بتحس بده اول ما تشوفها بتصور اساسا قبلها تمام وشايف جسم ده كلياتها يوم اسود لما اخد حقنها ايوه صو صو صرخ حتى لما حل ماليش غير انا ما فيش اختفي الاورد بيختفي يبقى في حاله من الرعب بقول ايه فيلينج يمكن انا رقيق وحساس اول ما حد يحكي لي على عمليه جسمي اشعر بالناس كده ما عندهاش طاقه تشوف ايه الدم سبحان الله اما لاكلي يلا وين اي ريتشد ذا ستيشنز ذات ليفت امتحانات وزاره الارشاد الزمن بتاعكم ده بوست بيرفكت معلش الناس مستغربه ان احنا بنقول راوند 2 اصل احنا رامينه مع يونت 2 بعد ما خلصنا بريزنت سيمبل والبريزنت كونتينوس والبريزنت بيرفكت هو كان المفروض يبقى اول يونت بس انا اللي رحناه بقى لاكلي من حسن حظي وصلت لكابتن بيسالوا ليه بقى مش هتريتش ما خلاص ما عشان ايه لا لا ما هنا لاكلي تو اكشن مع بعض يعني هنا 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 لاكلي هنا اي ريتشد ذا ستيشن ذا تريني ليفت عشان انا وصلت الاول وبعدها بفتره القطر وصل فصل زمني صغير خالص هنا تو اكشن تو اكشن مع بعض تمام هنا بقى مزعليني لان فينا زان فليه ودي وليه ولا مش يا ابني اسمها وود راسل انما دي هنا هات نصونا ريت حتى نوت امورتش ريد لان تصريف ايه؟ تالت تمام دي سهله ومباشره خالص ما فيهاش مشكله تمام اللي بعدها اتفضل I didn't حاتم the book which I had enjoyed reading it's really interesting يبقى هاد هنا يبقى انت بتكلم عن حدث ايه؟ اول انا فعلا سلفتك الكتاب اللي انا استمتعت بيه ماشي حلوة حلوة زي ومارد فور فايف يوم اتجوزوا بقالهم كام سنة خمس سنين ها وين زي جت ديفورسد يا سلام يعني انت عايز تقول اليوم اللي طلعوا فيه معناها بيفور يعني ما طلعوا كان الجواز استمر يبقى انت عندك دي معناها بيفور تمام ما صح مش غلط يعني عايز تقول مثلا اون زي في حاجة اسمها اون زي ولا افتر زي لا يبقى التايم هنا اللي هم بيشرح لك الموقف هم خمس سنين جواز في اليوم قبل ما يطلع يبقى وين زي جوت اي ديفورس ماشي شاطر اللي جاي سهل خالص نوبادي لان الجمله ما فيها بنو يبقى اول ما شفنه ما فيهاش شديده انت خالص يا عم وبعدين هنا عندي مين انتل وراها ماضي تام يبقى ايه نوبادي ليفت على طول نوبادي ليفت ذا روم انتل ذا بوليس هاد ارايفد هي بقى على طريقه ايه اي ميت نوبادي Until the stuff that arrived. I met him. واحدة ولهم صام لها نفي الفكرة. No. No. معنى في الفعل. Sorry. إني الأول معنى في الفعل. حطيني دائما هنا. معنى في الفعل. ونو هنا الفعل إيه مثبت. تمام. يبقى هنا نو هنا موجودة يبقى الفعل هنا إيه مثبت. تمام. شاطر والله العظيم. هنا برضو في بيفور. يبقى قبلها باست بيرفكت. اتفضل يلا شي هاد اوريدي فيزيتد ذا سيتي اوريدي هي يا سيدي ما ينفعش بقى اصل فانسي يقول لك طب ليه ما قلتش هاز يا عمي انا اوريدي زي اولويز زي يوجوالي زي سام تايمز بيشكلوا يخش الازمنه كلها ما عندك انت فاكر الجمله بتاعت الولا مينا مينا ابني didn't catch the train ليه when he arrived عبال ما اتدلع وصل محطه سيدي جابر القطر مات هاد اوريدي ليفت فانا رابط اوريدي من كلمات الباست بيرفكت كاستوب ايه تاكيد يبقى شي هاد اوريدي فيزيتد ذا سيتي بيفور هير سكول تريب اسمع تاني شي هاد اوريدي فيزيتد ذا سيتي بيفور هير سكول تريب ماشي يا مستر نمبر 58 اي هاف هاردلي هاردلي هنا لف هاردلي ده بقى كلام يونت 9 يا اللي انا شرحه خلي بالك عشان اخش في حوار مهم جدا اللي هو كومبيرتيف اند سوبرلاتيف ادجكتيفز يبقى الجمله طالما ما فيها اكتر من بقى اني يبقى اتفضل ايه لك اي هاف هاردلي اني ماني ليفت اي سبنت اول اوف ات اون كلوثز يبقى نفي ليس دونت ودزنت ودينت فقط في نفي هاردلي وسكيرسلي وريرلي شاطر اما احمد ها هاف يو بوت ماتش بريندن ده موجود في منهجنا معلش اللي بيشوف الفيديو انا قبل ما اشرح مقارنه الصفات
كنت شارح موضوع الكاونت بيقول ايه وسبجكت فيرب اجريمنت والمن الاسم الذي يعاد الاسم الذي لا وخدت حاجه جميله هتاخدوها في يونت 9 اسمها كوانتيفاير اللي هي المحددات اللي هي فيو وفيو وليتل وليتل قلنا فيو عدد قليل ولا يكفي انما فيو عدد قليل ويكفي وقلنا ليتل كميه قليله ولا تكفي انما قلت الكميه قليله وتكفي وخدها مني لله اي حد يعرض عليك حاجه تقول له انا عايز ليتل ليتل يعني would you like some sugar ايوه I want a little كمية على قد كوبايتي. Would you like some coffee? أيوة. I want to drink a little coffee. هنا نفس الشيء. Have you bought? Have you bought much bread? لا لا much يا عم no. I bought only a little. A little كمية على قد. تمام ودي حلوة. 10 إيه بقى؟ 10 باوندز. قلنا بقى دول متبعصبوا. وير هات الساتين. اتعاملت مع الباوندز كا كوينز كل عملة على حدة المهم هي ولا اللي هي كوليكت زمن في حين انا في الدرس ده بقى اعطيتهم كلمات بالهبل رغم ان فيها اسم عمل مفرد زي ايه؟ زي كلمة نيوز وماثماتكس اثليتكس وفيزيكس اثليتكس هيدروبونكس ميسلز وقلت لهم جملة نجيب سويرس حاطط مبلغ 10 مليون في جيبه يبقى 10 مليون باوند از ا لارج سام اوف ماني لان بيتعامل معاهم كايه؟ كوحده واحده ومبلغ كاتبه في شيك او كميات كميات ومنطق بيصوت في المطبخ 3 لتر ربع 3 لتر لا مش فاكر فين عشان اعمل كيك عندها قيمه قوي يبقى 3 لترز اوف ميلك ازنت انف تو ميك كيك هنا بقى في 3 اتهم يبقى 3 كابس مش موجود يبقى 3 ايه؟ كابس برضه العيال بيشوفوا الفيديو ومش معايا هيلاقوا عندهم مشاكل شويه في الجزئيه دي لان انا عندي شعار بقى من ده كل ما لا يعد يمكن ان يعد عدد التجزئه وعدد الاشياء يعني تي اكاونت والعدرمولي اكاب اوف ايه اوف تي حلوه لحمه يعني ايه ميت عدله وشريحه يبقى سلايس الخبز نفسه اسمه ايه بريد لو لقيت يبقى لوف اسمها تجزئه ايه خاصه ناخد اكاب اوف تي او اكاب اوف كوفي ما ينفعش اقول اديني فنجان لحمه امال ايه سلايس اوف ميت ما ينفعش اديني فنجان عيش العيش يبقى لوف زي ما انتم شايفين الشغل الجميل ده كان تبع شغل دي جميله هي لسه قايلها وي هاف ها Two liters of milk. Is that enough for today? انت بص حتى لو ما خدتهاش معايا ما ينفعش اقول ار ذات اقول ايه ار ذيس ار ذوس انما از ذيس از ذات كلام صغير اقول عدد يبقى انا اتعاملت مع لترين اللبن ك واحده واحده اما هنا في ار اهي يبقى دور على فيها مين اس لانه قلنا تشيكن فرخه قطايه او مذبوحه على بعضها لما لو خدتها لسه لو اعملها بقى لحم الدجاج would you like a sandwich of chicken chicken هنا جملتي سهلة ذرار ها a lot of chickens in the fridge ممتاز يا بنتي والله حلوة she prefers ها to cook with a little bit of oil بقى قالت البت بقى لان هي ما داخله كده في المقارنة زي ما انت قلت مش كده قالت البت الى حد ما الى حد ما كمية قليلة حتى زيت الزيتون اسمه ايه olive oil olive oil شاطرة يا بنتي تمام زابوليز دي فضيحة بقى ايوه ده كريم انا قلتها للعيال والله قالوا لي قرا الرسم قلت له ينفع يا جماعه اقول الشرطه تقبض عليها وبعدين هنا في فعل اهو في مفعول به يبقى ذا بوليس هاف ارستد 3 سسبكتس يبقى ذا بوليس هنا هاف ارستد 3 سسبكتس شاطر يا لي اي ونت تو لا انا عايز ارجع لها برضه عشان انا اسالك تاني تقول لي ذا بوليس هاف ارستد 3 سسبكتس ابنيها بس كده يبقى 3 سسبكتس have been arrested يبقى هنا suspects بمعنى المشتبه فيه معناها المشتبه ايه فيه تمام I want to print a page but the printer عايز اطبع الورقه دي يا مستر حسن بس البرينتر الورقه فيه اتحشر يبقى بيبر ايه جام فكر بترمي جام اللي ازدحام ايه المرور تمام how how many seconds are there in it now how much time ما ينفعش معايا اتنين وقت ونص وتلاته وقت ونص يبقى how many seconds are there in an hour 60 seconds unfortunately من بخت السويد I drink many more coffees this year than last one because of the stress I have in my life احنا دخلنا في قصة تانية بقى اللي هي وصف درجة المقارنة بص بقى عشان خاطر اتهم لو الاسم يعد زي مثلا ايه girls ادي girls او مين boys مش كده ولا كل مدرسين الشطار
يقول لي امور بتلعب على الوجهين مع الكاونتبل وايه؟ طب انا عندي بنات كتيره يبقى اقول ايه؟ الوت مور هذا الوت او ميني مور او افيو مور. الثلاثه دول يا اولاد حلوين نقول لهم يلا الوت ايه؟ مور وميني مور فيو مور. مستر حسن حبيبنا راجل اجتماعي هاز الوت مور فريندز زي ماي فازر او ميني مور فريندز زي ماي فازر او فيو مور فريندز صح ولا لا؟ طب الاسم اللي هيعدي بقى الوت تبقى موجوده برضه لانوت مع الكاونتبل وايه؟ والانكاونتبل انما اقول ميني ولا ماتش ماتش اقول فيو ولا ليتل. مستر حسن معاه خبره يمتلك خبره عن مثلا مستر فلان يبقى اقول هنا الوت مور اكسبيرينس او ماتش مور اكسبيرينس او ليتل مور اكسبيرينس. Most children are more well behaved as they get older. ده لازم اقولها للطلبه دي. ده كانت دي مشكله كبيره. عايز يقول ايه الطلبه؟ هم قالوا عايز مش كده؟ هم قالوا عايز مش كده؟ as will behave as هنا مفيش تساوي. ده as ده معناها بسبب. ده اول حاجه. والجمله دي بتبقى ازاي؟ انا لما بقابل الطلبه اول السنه بتعب بصراحه. بس كل ما بيداموا بيحلو. يعني كل ما بيهدم بيحلو بعد شهرين يتغير ثلاثة احلو اكتر النضج كله في شهر ثلاثة واربعة وخمسة. طالب جامعي محترم داخل عارف انه وضيع السنة كلها جاي يلم نفسه فتلاقيه قاعد بسم الله ما شاء الله زي الديسك اللي وقعد عليه. عيال اللي بيحلو كل ما يكبروا سلوكهم بينضبط بسم الله ما شاء الله داخل على فضيحة تلاقيهم بيبدأوا يصلوا بقى ويسألوا عن المغرب كام ركعة وش بيضي وبيقرأ وسبحان الله مسيح لي سبحه خلاص خلاص تعدي بقى خلص كل ما بخلص مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وجرى ورا اهلي ضيع نفسه فجاي لي ملف فهنا ابني اهو ماله بقى اهو بقى بقارن اهو مور ويل بيهيف بيحلو سلوكيا وبينضج لانه كبر هذه كانت ايه اولدر الصيف ده صعب داخلين لي مش ماشي بلاستيك وداخلين لي بشورتات قصيره ومتقطعه ومتخرمه انا بشوف مناظر مش عارف كده بس هم بحبهم بقى اعمل ايه؟ واحد لسه قايل لي هي الخامه كده الخامه كده بس هم شطار ربنا يحميهم. اي ثينك ها وي شود اي ثينك وي شود هاف اوتس وايدر بس لا وايد بقت وايدر خلي بالك شيب بقت شيبر المقارنه ضفناها المقارنة ايه؟ أول حاجة تبعد عنها بقى يانا أنا عندي هنا الصراحة مش كده ولا لا؟ يا عم العب مع ايه؟ ألوت؟ لا طب ليه ما ينفعش أقول ألوت؟ لأن ده إحنا بحثنا عنها لأنها إيديوم اسمه ايه؟ فار وايدر فار وايدر رينج فاسيلتيز إن برايمري سكولز نطاق أوسع بكتير نطاق أوسع بكتير مش الكاسينو من الوايدر لا فار وايدر هنا حكم عليها المعنى طبعا نستبعد ميني ونستبعد فرده هو طلب ماسكه كلمه لوت هي هنا فار وايدر رينج فاسيلتيز ان برايمري سكول يعني في تنوع اكتر بكتير مما نتوقع تومورو اي ويل بي دوتس وي كان ميت ذن يبقى انا بكره اي ويل بي ليس بيزي اقل انشغالا وليس لما تيجي الصفة في نظافتها تبقى بوزيتيف حتى لاش اي ار او اي سي تي ماي براذر كان سويم بيتر ذان مش انت قلت ماي براذر كان سويم بيتر ذان اي كان بلعب بكان بس هنا ذان هنا عايز افعل وفعل عايز افعل وايه وفعل هم عايزين يقولوا بقى ماي براذر كان سويم بيتر ذان مي ليه فين مي هنا هي مي في حاجه اسمها مي كان لا اي كان عايز جمله وايه لنا في مذكره عايز افعل وفعل اما ذا تيبل از باد ها ماي تابلت از ماي تابلت انا اسف ماي تابلت از باد بات ماي سيسترز از اسوء بقى وورس طب ليه ما قلتش وورس از هاد لا الحمد لله ما جابهاش لان مفيش الشخص الشيء المقارن لو لغى الشخص الثاني المقارن تمام يبقى هنا ماي فازرز از اولد ماي فازرز كار از ايه اولد بات ماين از اولدر من غير زمان ماشي يا مستر اللي بعده هنا اي ارايفد هوم ليت ماي ماذر واز انجري بات ماي فازر واز عايز بقى اكتر غضبا يبقى انجري هتبقى ايه انجريير ماشي وممكن اقول ماتش انجريير الوت انجريير لو عايز وصف للمقارنه زي برضو من غير زين لان غيرها بالاسطوره
زي جرامبي شاطر فيديو كاسيت اس ار دولتس دي في دي ده هنا فينا في بقى يبقى ار ولا ارنت ارنت سو ها مودرن از غلط خالص اخر واحده يبقى اخر واحده فعلا هي اللي صح از نوت از مودرن از شاطر اللي بعد ايجيبت 1 مور ذان 3 تايمز اس دولتس ميدلز اس تونيزيا اه يبقى اس يبقى يعني از ميني لان عندي اس الجامعة هنا از ميني ميدلز يبقى انا هنا معايا اس كاونتبل انما ماتش معايا اس كاونتبل از ميني ميدلز تونيشيا حلوه فور وبعدين سيرفيس بليز كونتاكت مي فور فاست ولا فاستر فاستر سيرفيس الخدمه الاسرع من اللي انا فيها اطلبها مش فاست هنا سيرفيس ايه دي اساسا لخدمة أفضل, أفضل من الخدمة اللي قبلها من قبلها ماشي أوكي اللي بعد one ها of all the choices I prefer من كل اختياراته أنا بفضل the late لأ the إيه latest لأنه أكتر من اختيار من اختيار فهنا بقى latest ماشي يبقى of all of all all هنا يبقى أكتر من اختيار نمبر 80 رمسيس إذا سكن أو عتنسة طالما أبصرف إس إم إيه حزب الذاء زي ميس هند مثلا إز مستر حسنز أبصرف إز كليفرست تيتشر مستر يوسف إس مستر حسن كليفرست أسيستنت يبقى هنا إيجيبت هنا إيه ها موست أبصرف إس ما تاخدش ورامي ذا يلا هند بقى الدع في اللي جاي تمام ده ايه the earlier we leave the sooner we will arrive دي سهله خالص عايزين نقول له كلما كلما بتبقى ده يا اولاد زائد الدرجه الثانيه من المقارنه شرطي في فعل وفعل برد عليه بفعل وفعل اشهر جمله انتوا حافظينها the higher we go كلما صعدنا لسان ستيفانو the colder we feel شاطر اللي بعده going by bus is a lot cheaper than going by train بقت شيب ولا شيبر cheaper اهم حاجه تشيلي ليس وتشيلي مور خدي وصف المقارنه يبقى a lot cheaper او much cheaper او اوعى تنسي a bit cheaper يبقى المقارنه وانضافت شيب بقت شيبر لونج بقت لونجر انا مش عايز مقارنه يبقى استبعد ليس ومور انا عايز وصف للمقارنه شاطر ليه برضو بقت ليت ولا ليتر ليتر انا مش عايز مقارنه لا تجيب ليس ولا مور سم مور مع اكسبنس سم ليس مع دينجرس يبقى الصح بتاعها ابيت اوعى تنسى انا بكلم طالب خد اليونت وبعد ما ذاكر اليونت بيسالني واسالته بجاوبها له تاني واشرحها له تاني وبكفاءه مركز معاه اما هنا ستودنتس في اس الجامعه يبقى انا بتعامل معاه اسم ايه؟ كاونتبل 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 ما ينفعش بقى ليتل لان ليتل بجيب منها ليس ما ينفعش ليتل بجيب منها ايه؟ لس انا محتار بين افيو وافيو مور هتلاقي ليه بقى؟ افيو مور ليه يا ستي؟ عشان هناك في زاد عمل مقارنه تعاملوا مقارنه يبقى الطلبه السنه دي سجلوا اساميهم في جامعه اسكندريه عن السنه اللي فاتت يبقى افيو مور ستودنتس انرول ذيس يير ات اور يونيفرستي ذا لاست يير يبقى افيو مور ستودنتس جامعه طبعا وهنا في كاستمرز برضه خلي بالك في اس الجامع يبقى كاونت وناون ابعد عن مين ماتش ابعد عن ايه ليتر ابعد يبقى هنا مين ايه مني مور كاستمرز وليها يلا مني مور كاستمرز هاف كم انتو ذا شوب ذيس ويك ذان ذا لاست على فكره دي اسئله سهله وانا لاحظتها عشان انا عارف المعلومه دي بيغلطوا فيها ياما قوي يعني مثلا هنا مين عندي بقى بروجريس او تبي تساوي شوجر الكلمات المعنويه تعامل معامله شوجر يا حبيبي يا حبيبي يبقى هنا uncountable noun عشان مين يا بنتي a few more انا محتار بين a little و little و a little more في then في then يبقى a little إيه؟ more عايزة مقارنة يبقى اقول a little more او much more او a lot more او a lot more يبقى الاسم يا من الناس لو هو لا يعد عندك ثلاثة a lot more او much more او a little إيه؟ more انما لو كان تقول a lot برضو more و many و few حتى نرصصهم في الباور بوينت ورا بعض لسه معدلهم هنا برضو عندي اكسرسايز في اس الجامعه هنا يبقوا عندي ثانيه يا اولاد يا اولاد يا اولاد والماتش مور غلط امال ايه الوت مور هي اللي صح الوت مور هي اللي صح 100% امجد didn't do as much work as his brother did هنا العب بكلمه ايه ماتش شاطر 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 دي بقى لازم نذكر بكل خير محافظه الدهليه
تمام، إدارة الخانكة، تمام، مستر محمد خليفة، وأنا عرفت عن طريق مؤلفين كتاب ذا بيست. لما حط الجملة بنت جابتها لنا على جروب طلاب مستر حسن، كل الطلبة قالوا هاير. الإجابة خاطئة. ليه؟ لأن هي مور هاي. طب أفهمها إزاي؟ أقول لك تفهمها بطريقة سهلة خالص. لأن من أول الحصة بقارن بين مستر حسن ومستر آدم، أو بين شجرة وشجرة، أو بين كائن وكائن، أو حيوان وحيوان. فأقول حسن is taller than Adam، حسن is older than Adam، يبقى بقارن بين شيء وشيء أو شخص. إنما هنا مش مقارنة، ده أنا بوصف حيوان واحد، بوصف شخص واحد، بوصف جبل واحد، ودي معناها فيري أن هذا الجبل is more high than إيه؟ than big. هذا التايجر is more fast than إيه؟ dangerous. هذا المستر اللي كنا بنحبه is more active than patient. هذا المستر اللي كنا بنكرهه is more lazy than boring. انت فهمت يا ولد ولا لا؟ بتكلم عن مدرس واحد ووصفه، بتكلم عن حيوان واحد ووصفه، بتكلم عن شجرة واحدة ووصفه. دي برضو زمايلكوا غلطوا فيه. يلا يا اتم، you did ايه؟ You did a dulcet job on your homework assignment this time. ما في this time ها؟ keep up the good work. طيب. You did a better job. شاطر، better job. اولا في كلمة good. يبقى استبعد كلمة worst. يبقى انت مختلف بين better و best. بس الراجل قال لك ايه؟ this time. وانا مدرس تايم. فبقول لك you did a better job in your assignment this time. keep up، كافح. بس بص بقى، عايز اقول لكم على حاجه، عشان خاطر انا، عشان خاطر ما تخش اول يوم كليه ما تقولش يا ابلة، تقول يا دكتور، ما تقولش فين الهوم ورك، لا اسمه assignment. مفاجاه صح ولا لا؟ اقول لك كده، الواجب في الجامعه اسمه ايه؟ assignment. اوعوا تفضحوني. اسمه ايه يا تامر؟ ايوه انا بكسب عشان العيال يفضحونا والله العظيم. ماي سيستر ران هنا فيرب، والفعل عايز حال، يبقى كويكلي. ما قلتش كويكر بقى، يبقى مور كويكلي. مور كويكلي. مستر حسن از اكسبلينينج. ها ها، از كويكلي از مستر السيد. از سلولي از. از كويكلي از، يبقى كويكلي. شاطر اوف اول. ها؟ سونج از اي لايك ذا فيرست وان. استحالة حد يعرفها الا اولاد. انا بتحدى انا بيست يا عم. فيري ماتش. معناها فيري ماتش. اي لاف مستر حسن بيست. اي لاف مستر حسن موست. اوف اول هيز سونجز. من كل اغاني عمرو دياب. اي لايك ذا فيرست وان موست. Of all his films, من كل أفلام أحمد زكي. I love the first one best. طب ليه ما قلتش يا أتم the best؟ لأن the best عايز أناول. No. The best teacher, the best student. ليه ما قلتش the most؟ The most عايز وراها اسم إيه؟ موصوف. وبكده الحمد لله. قولوا الحمد لله. خلصنا بفضل الله. بفضل الله خلصنا أحلى راوند. راوند 2. انتظرونا الراوند الثالثة. هتبقى على السكيلز، عندنا حسين سكيلز، نعدوا وننتظروا اسئلتكم بترتيب المذكره. وكان معاك بابا حبيبك مستر حسن نجار. باي باي.